العلاقة بين الإنسان والطبيعة بمعادلة العلاقة بين الإنسان والإنسان. لذلك بحسب هذا الفهم الديني الذي يستند إلى الآيات القرآنية، كل علاقة سيطرة من أجل السيطرة على الإنسان إنما تنطوي على نوع من التشييء للإنسان واستبدال هذا الإنسان بالطبيعة أو بمعادلة الطبيعة. فلذلك نحن أمام معادلتين لا يجوز الدمج بينهما، علاقة الحرية بين البشر والمساواة، وعلاقة السيادة على الطبيعة والأشياء التي يحق للإنسان أن يقوم بها تجاه الطبيعة بحسب النص القرآني. هذا هو المفهوم الأول. المفهوم الثاني، في القرآن الكريم يتحدث عن كرامة الناس جميعا، لا تختص الكرامة الإنسانية بجماعة أو بجهة، إنما بكل بني البشر. ولقد كرمنا بني آدم، بني آدم بمعزل عن العرق، بمعزل عن الدين، بمعزل عن اللون. وطبعا هناك المفسرون للقرآن الكريم اختلفوا في سر هذه الكرامة. منهم من قال أنها بسبب العقل، لأن الإنسان لديه عقل، ومنهم من قال بأنها بسبب قابلية الإنسان للإيمان. لكن رأيي الشخصي، الكرامة هي كرامة ذاتية وجودية تتصل بالكينونة الإنسانية نفسها. لذلك الإنسان كريم لأن ذلك يرتبط بإنسانيته بالدرجة الأولى. المبدأ الثالث، وهو يكمل مفهوم الكرامة، هي فطرة الإنسان. ولا أدري بالإنجليزية كيف يمكن ترجمة كلمة فطرة، لكن الفطرة هي التكوين الأصلي للإنسان. في القرآن الكريم يقول فطرة الله التي فطر الناس عليها، وهي فطرة إيجابية، بمعنى أنه دينيا هناك نظرة متفائلة وتقيم الإنسان إيجابا. اللهم إلا إذا تعرض هذا الإنسان لابتلاءات تدفعه بسبب التعقيدات الاجتماعية في الحياة إلى الانحراف، لكن أصل التكوين الإنساني هو أصل خير، وانحرافات الإنسان إنما تحصل لأسباب خارجية. وطبعا هذا المفهوم يقدم رؤية دينية إسلامية للتكوين الإنساني الأصلي، تختلف عن المفهوم الهوبزي نسبة إلى توماس هوبز، الإنسان ذئب الإنسان، وأظن أنها تختلف أيضا عن المفهوم المسيحي لمفهوم الخطيئة. المفهوم الرابع هو أصالة التعددية والاختلاف. في القرآن الكريم هناك إشارات كثيرة حول أن الاختلاف هو قانون في هذه الحياة، وأن التعددية هي منطق هذه الحياة. في القرآن يقول ولا يزالون مختلفين، الاختلاف هو سنة أو قانون. ويقول أيضا ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. نعم، بالقرآن الكريم بيقول بأن المرحلة البدائية primitive stage، المرحلة الأولى من عمر المجتمعات الإنسانية، لم يكن فيها اختلاف، كان البشر أمة واحدة، وكان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. المرحلة البدائية كانت مرحلة عدم اختلاف، لكن كل المسار الإنساني اللاحق هو مسار يقوم على الاختلاف والتعدد. المبدأ الخامس، وهو أحد أبرز المبادئ، وهو يتصل بموضوع محاضرتنا، هو لا إكراه في الدين. لا إكراه في الدين، وهي واحدة من أهم الآيات القرآنية. وبرأيي هذا مبدأ حاسم من ناحية ربط الإيمان والمعتقد بالحرية، لأن الدين يقوم على الإيمان ويقوم على الاعتقاد، وبالتالي في مسألتي الإيمان والاعتقاد لا يجوز أن يكون هناك إكراه أو عنف. إذا افترضنا أن الإيمان أو الاعتقاد
قاما على الإكراه والقصر والعنف، فإنهما برأيي بيتناقض مع موجبات الفكر، مع موجبات الدين وضرورات الدين التي تفترض الصدق والتسليم. لذلك الإكراه في الدين هو الطريق الأقصر والأمثل لإنتاج الإزدواجية في المجتمع، الباطنية في المجتمع، وصولا إلى النفاق في المجتمع، أي إظهار شيء وإخفاء شيء آخر. وبرأيي النفاق هو أخطر ما يهدد استقرار المجتمعات الإنسانية. لذلك يعني ما يتصل بأنه لا إكراه في الدين برأيي ببين القيمة العليا التي تشغلها الحرية في الدين، وهي تتكامل مع المبادئ التي ذكرت في مقدمة يعني هذه المقاربة، ما يتصل بالكرامة الإنسانية، بالفطرة، بأصالة الاختلاف. وفي القرآن الكريم نلاحظ بأنه الله عز وجل يوصي النبي محمد بأنه ليس مسيطرا، إنما هو مذكر، ذكر فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر. يعني إذا كان الرسول قد جرى مخاطبته من قبل الله بأنه ليس مسيطرا إنما هو مذكر، ولاحظوا عبارة مذكر، فكيف يمكن للبشر العاديين في علاقتهم مع المجتمع ومع الناس العاديين؟ لذلك الناس أحرار في خياراتهم وهم يتحملون مسؤولية خياراتهم، ومن غير هذه الحرية لن تكون هناك مسؤولية. الأديان تتحدث عن الثواب والعقاب الأخروي، كيف يمكن أن يكون لمفهوم الثواب والعقاب الأخروي معنى إذا لم تكن هناك مسؤولية وإذا لم يكن هناك حرية؟ فلذلك يتضح معنى أي قيمة عليا يشغلها مفهوم الحرية في الدين وفي الفكر الديني. طيب، إذا كان مسألتي الإيمان والاعتقاد تستوجبان الحرية، لكن القانون بين مزدوجين له طبيعة مختلفة. القانون يوجب الالتزام به طوعا أم كرها، كل واحد منا علاقته بالقانون في مجتمعه لا تقوم على أنه بالضرورة أن يعتقد به. في قانون بالدولة اللبنانية ما بيعجبني بس أنا ملزم بالإكراه أن ألتزم به. القانون له طبيعة مختلفة، قد يتم الالتزام به طوعا أم كرها، وهو يختلف في ذلك عن مسألتي الإيمان والاعتقاد كما ذكرت. والسبب في ذلك أن القانون يتصل بالانتظام العام وهو يتجاوز القناعات الفردية، ولأن القانون هو خيار المجتمع وليس بالضرورة أن يكون خيار الفرد. وهنا يبدأ الحديث عن القيود على الحرية. القانون هو قيد الحرية، القانون هو القيد على الحرية وهو حدودها. وبرأيي القانون هو وليد الوظيفة التنظيمية في المجتمع انطلاقا من ضرورة انتظام المجتمع وقدرته على الاستقرار والتقدم بحسب تعبير أوغست كونت الشهير. لكن تطبيق القانون في أي مجتمع من المجتمعات، عم بحكي عن التطبيق مش عن إنتاج القانون، تطبيق القانون بذاته في أي مجتمع من المجتمعات يجب أن يكون وليد الرضا المجتمعي. يمكن للقانون أن يكون مدنيا أو دينيا إلهيا، لكن عندما نريد أن نطبق القانون على مجتمع ما من الناحية العملية، فإن هذا القانون يجب أن يعكس الخصوصية الحضارية والثقافية والاعتقادية والاجتماعية لهذا المجتمع وكيفية تقدير هذا المجتمع لمصالحه.
من الصعب أن نتخيل تطبيق قانون على مجتمع لا يريد هذا القانون.